بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار السنبل بمدينة الرياض عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا هذه الليلة للالتقاء بعالم من علماء السنة، علماء الدعوة السلفية، هذا الصوت الذي لطالما دوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف عن الشيخ حرصه على تعليم العقيدة وتصحيحها للناس، وكذا المنهج، وكذا في أمور العبادات والأخلاق والسلوك. فالحمد لله أن رزقنا الله جلوس بين يدي معلم رباني ومربي للأجيال، زاده الله فضلا وتوفيقا في هذا المسجد المبارك، جامع خليل بن صالح بن سبعان. وإمام هذا المسجد فضيلة الشيخ علي الحداد وفقه الله، عقدت هذه الدورة العلمية ليتفضل صاحب الفضيلة بشرح متن شرح أصول السنة، وكذلك كتاب الفتن من صحيح البخاري. فشكر الله للمشرف العام على هذه الدورة، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد على جهودها في تسهيل مثل هذه اللقاءات العلمية وهذه الدورات المباركة، ومع فضيلة الشيخ بمقدمة ينصح فيها أبناءه، ثم يكون بعد ذلك قراءة المتون. والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أشهد الله ومن حضرني وإياكم من ملائكته الكرام أن يدون كل ما يطلب، فما أنا إلا من عوام طلاب العلم، لعلي مسلم بجلد المقل في نشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم والذب عنها وعن أهلها وتصفيه السنه مما يحاول اهل الخلط والخط ان يدسه على اهله. واقول من اراد ان ينصح بعباد الله فليعلمهم دين الله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة وعلى فهم السلف الصالح. والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأساسهم وقاعدتهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
هذه الأمة في هذا العصر حسب استقرائي لأحوال الناس إلا بثلاثة أصناف. الصنف الأول أئمة الضلال الذين رزقوا بعضا من علم الشريعة والسنة لكنهم جعلوا نصوص الكتاب والسنة تابعة للعقل فيحللون ويحرمون ويؤسسون على غير هدي الكتاب والسنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء بما أظنه متواترا من الأحاديث الصحيحة، وإن لم يكن متواترا فهو مستفيض. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن بقبض ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء يسمون جهالا من الجهل الذي هو الطغيان والانحراف على علم، وليس من الجهل الذي هو عدم العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. الصنف الثاني الجهلة الذين تصدروا ميدان الدعوة وفتن بهم الناس ووراءهم من يرفعهم من أعداء السنة وحملة البدع، فيتكلمون في قضايا التوحيد وقضايا الشرع والنوازل بغير ما علم يؤهلهم لذلك، بل كل ما عندهم هو زخرف العبارات وشقشقة الأقوال والأحاديث الموضوعة أو الضعيفة والقصص والحكايات. الصنف الثالث الهمج الرعاع، هؤلاء يضفون على الأول والثاني هالات وشبرة ودعايات حتى يظن من ليس عنده بصيرة ولا فقه في دين الله أنهم أعني الصنفين الأولين هم دعاة الحق والبصيرة. وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعنهم أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل نائق. همج رعاع يتبع كل واحد، كل من تكلم في جانب من جوانب السنة مخلوطا بأضعاف كثيرة ظنوه هو العالم المحرير، وقد رفع أناس بسبب هؤلاء الهمج الرعاع لأنهم يتبعون كل ناعق،
حتى جعلوهم في مصاف الدعاة إلى الله على بصيرة. فوصيتي لمن حضر من أبنائي وبناتي أن يلزموا ما عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا أمر العامة لمن يحسنون النظر فيه والحديث عنه، فهذا أسلم لهم، أحوط للدين، وأبرأ للعرض، وأنجى لهم. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى سبيل نجاة إلا التوحيد والسنة، وما كان غير ذلك فهو غثاء كغثاء السيف. هناك أمر رابع ابتليت به الأمة أيضا، وهو الكتب الفكرية. سميت فكرية لأن مبناها على الفكر، وما فيها من فقه مستنبط من نصوص فهو نذر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل، بل وبعض هذه الكتب الفكرية هي كفريات وتكفير ودعوة للخروج على ولاة أمور المسلمين وعلى رأس هذه الكتب الفكرية. أقولها ولا أجد غبارة، ولو أخرج من هذا المسجد الحمد لله أهل الخير كثير، مو عبيد فقط، كتب سيد قطب وكتب المولود الهندي أبي الأعلى اسمه لا أعلم، وكتب الندوي أو الندوي اسم أظن اسمه علي أبو الحسن علي أظن وكنيته أبو الحسن اسمه فيما أظن علي وغيرها، وأن يرجع إلى ما دونه علماء السنة، علماء السنة الذين بنوا كتبهم على أصول الدين وفروعه، ودون ذلك عنهم فأصبح معلوما. فوالله وتالله وبالله ما أفسد كثيرا إلا الكتب الفكرية. هذه الكتب الفكرية الآن لها صناديد يذبون عنها، لكن ولله الحمد لا تروج إلا من قل إلا على من قل فقهه في دين الله. هذه وصايا مختصرة ولو أطلت عليكم، لكن لا بأس الضيف تدلل شيء. شكر الله لك. يستأذن الأخوان في قراءة المتن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الفتن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يونس بن السدي قال حدثنا أبي بن عمر عن أبي هريرة قال: قالت أسماء رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يجب علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشروع على الخطر. قال ابن أبي هريرة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قرأتكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أتيت لأناولهم اختلفوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدث بعدك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال:
سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرقكم على الحوض، فمن وعده شرب منه، ومن شرب منه لم يطمأ بعده أبدا، لا يلف عليه أمر أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لسمعته يزيد به قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدي، فأقول: صحفا صحفا لمن بدل بعدي. أقول: الفتن من الفتن، وهو الابتلاء، والظاهر أن أصله من صهر الحديد، فيقال فتن الحديد إذا صفر حتى أو المعدن، يأخذ أسيما الذهب والفضة حتى يستخرج الصحيح الصافي من السقيم الخليط. والفتنة شرعا لها عدة طرق، أحدها المصائب، وذلك لإظهار الصبر والاحتساب، وفي الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال علقمة وهو من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فقوله الرجل هذا كثير في السنة وفي كلام الصحابة ومن بعده من نقلة الآثار، والمراد به التغليب لا للتخصيص. فكلا الصنفين، أعني الرجال والنساء، في هذا الباب واحد. الثاني: النعم التي تترى على العبد، فالامتحان بها لإظهار الشكر. قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا وما قبله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، هكذا المؤمن. الثالث الشهوات والشبهات، أمراض القلوب الفتاكة، فإن أمراض القلوب الفتاكة التي تميتها، ومن انهمك فيها غفل عن الله والدار الآخر، هي الشهوات والشبهات. فالشهوات هي عشق المحرمات من مكسب وملبس ومشرب ومأكل وغيرها، ومنها السباحة، ومنها الوقوع في شهوة الخروج المحرمة بإصرار. الشهوات الشبهات هي البدع
والمحدثات، فإن من ساق وراءها يخشى عليه من الكفر، ومن حقر صغائر البدع انجر إلى كبارها، فاستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم دون مبالاة. وما أصدق من قال: البدعة بريد الكفر. ولقد حذر الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من البدع وأبانوا خطرها على أهل الإسلام، وبينوا أن النجاة منها بلزوم السنة. ويدلك على أن صغار البدع مهلكات، فكيف كبارها؟ ما أخرجه الدارمي بسنده عن عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، وقال: كنا نجلس على باب ابن مسعود الغداة، فإذا مشى مشينا معه، فجاءنا أبو موسى يوما فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا، لم يخرج بعد. فجلس معه، فلما خرج ابن مسعود مشى ومشينا معه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم في المسجد أمرا استنكرته، وما رأيت إلا خيرا، رأيت حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول هللويا، رأيت حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول هللويا، فيهلل منه، يعدون بالحصى كما سيأتي، يعدون التهليل هذا بالحصى، كبروا مية فيكبروا مية. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، وأنا في انتظار رأيك. على ماذا يدل هذا؟ على توقير الأمير وعدم التقدم بين يديه، وإن كان متقدم ذا علم وفقه. واليوم الأمير يسعى إلى أن يكون كما يقول العامة قديما صفر على الشمال، يمكننا صغارا إذا كتبنا واحد كلا اجعل صفرا على الشمال، إذا كنت تبغى تكتب عشرة اكتب صفر على اليمين، فهذا الصفر على الشمال لما كان لا يريدون أن يجعله دمية، دمية من دعاة الديمقراطية والحرية والمدنية والوسطية، والوسطية منهم بريئة، مثل ما كان الملتقى الذي كان في الكويت فألغاه الله سبحانه وتعالى، سبب إلغاء فيه من فيه من صناديق الثورة عندنا وغيرهم، حتى تعلموا أن هؤلاء جسور للشهوة، جسور للبدع. قال: فهل لأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى حتى وقف على حلقة من تلك الحلقة. قال: ويحكم، ما الذي تصنعون؟ والله، قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وعانيته لم تكسر، ما أسرع هلكتكم، هذا محمد ثيابه لم تبلى وعانيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو افتتحوا باب الضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خير،
قال كم كم المريد للخير لا يصيبه. قال عمرو راوية الخبر فرأيت، نعم قال كم المريد للخير لا يريد لا يصيبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ولا أدري لعل أكثركم منهم. قال الراوي عمرو بن سلمة رحمه الله فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهرواعاً. سمعتم بدعة صغيرة في نظر بعض الناس، تسبيح بالحصى، ليش 100 تسبيحة 100 تكبيرة 100 تهليلة 100 تحميدة بالحصى كذا، ليش كل واحد يقول سبح جمال اشياء؟ هذه نهايتها هذه نهايتها. يتقربون إلى الله زعموا بقتل من؟ خياركم من الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم وفضلاء التابعين رحمهم الله، بدعة هكذا جعلتهم يستحلون دماء الأخيار من الأمة. بعد هذا أذكر لكم خلاصة ما أفادت الأحاديث. أولا الترجمة يشير بها البخاري رحمه الله إلى خطر الفتن، سواء كانت في الشهوات إذا شاعت وفشت وانتشرت انتشارا قل من يسلم منه، أو الشبهات هذه عقوبتها لا يسلم منها إلا من سلمه الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. خطرها عقوبتها تصيب الصالح والطالح، ويوم القيامة يبعث الصالحون على نياتهم كما في حديث البيداء يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم ببيداء من الطريق. قالت إحدى زوجاته رضي الله عنها يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم؟ قال نعم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فيا أولي الأحلام والنهى احذروا البدع والمحدثات. قد سمعتم العبرة في الدنيا، فما العبرة في الآخرة؟ ما تضمنته هذه الأحاديث؟ أقوام مسلمون يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامة، وتلكم العلامة من آثار الوضوء الغرة في الوجوه والتحجيل في الأيدي والأرجل، مواضع الوضوء، يطردون عن حول، يحرمون، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وهؤلاء يحرمون والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم يذب عنهم يقول أمتي، وفي رواية صحابي، الصحبة العامة وليست الخاصة، والملائكة تقول لهم يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا لمن بدل وغير. هذه من عقوب، هذه عقوبة قبل الفصل بين العباد. وأما العقوبة التي بعد الفصل بعد فصل الصلاة فالله أعلم. نعم تابع شيخ إبراهيم القاري من الشيخ إبراهيم نعم. أقول يقصر باعي الآن عن شرح هذا الكتاب، كتاب الفتن، شرحا يروي غليلكم ويشفي عليكم، يضيق الوقت
ولهذا اعذروني سوف أقتصر على الخلاصة. قليل الكثير لك الله. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله لا يحيجكم إليه. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي نورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: أعد الشيخ أعد الترجمة، أبعد المكبر عنك شوية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي نورا تنكرونها. نعم. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حجة القوم على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي نفرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا ما ميتة جاهلية. أعد الشيخ: من كره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني هو عن علي عن بكير عن بسر بن سعيد عن بلادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. قال: فيما فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن حسين بن حرير رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. هذا الباب من كتاب الفتن يتعلق بالإمارة، والذي يتعلق بالإمارة أشياء، منها ما يتعلق بدينه كالذي لا يصلي الجماعة، ومنها ما يتعلق بسلوكه كأن يكون سكيرا خمارا، ومنها ما يتعلق بخلقه في معاملة الناس يكون شرسا سيء الخلق لا يقدر أحدا من الناس خلقه، ومنها ما يتعلق بعدله فهو ظلوم غشيم، ومنها ما يتعلق باستئثاره أو إيثاره فهو مستأثر مؤثر. وهنا هذه الأمور قوية لا يطيقها أحد،
يعني من الناحية العقلية الناس لا يصبرون على الضيم، يأنفون أن يؤثر بالمناصب من يرونه دونهم، يحبون العدل ولا يستسلمون للظلم. هل هذا له علاج أو ليس له علاج؟ ومن المعالج؟ أقول أولا من تجرد للسنة واستمسك بما عرفه منها لا تضره الملبسات ولا الخلاف ولا المخالفات، لأنه متجرد للسنة. من الله عليه بالميزان بالقسطاس المستقيم وهو قبول السنة له أو عليه، منقاد منشرح الصدر طيبة بها نفسه، فلا يضره أن يرى شحا مطاعا أو إعجاب كل ذي رأي برأي أو هو متبع عرف الطريق فلسنا. فجاء العلاج الخطاب لمن يعقل الخطاب، وهو يتلخص أولا في الصبر على جور الجاهل، ثانيا ألا ينازع الأمر أهله مهما كانت الأسباب والمبررات، ولكن هذا لا يحذقه إلا من الله عليه بالبصيرة وحكم السنة ونبذ الهوى فأخضع ما يرد عليه للنص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبله وما خالفه رده. وما أحسن ما قاله الإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله، قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. انظروا الآن، هل سمعتم صاحب ثورة يشهر السنة والتوحيد؟ كلا، أنا ما سمعت حتى الآن، لأن من كان صاحب سنة أصله بعيد عن الثورات، بعيد ينأى بنفسه نأيا بعيدا، إن استطاع أن يجعل ما بينه وبين المشرق جعل، لو فعل لو استطاع ذلك. لكن هؤلاء هم دعاة الديمقراطية والمدنية وحرية التعبير، لا يرون إلا ما تهواه عقولهم. كذلك من أنواع العلاج من عدم الخروج عليه، ومنها تحمل أذى الأذى الحاكم، لكن قد يقول قائل ماذا أصنع؟ ما يعطيني حقي، لا ينصرني على من ظلمني، لا يراني شيئا. نقول ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت قد سبقت بمثل هذا. الصحابة ماذا قالوا لنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ قالوا يا رسول الله ما ترى إن سألون حقهم ومنعون حقنا،
ماذا قال؟ قال خذوا السلاح اخرجوا، أنتم محقون، هؤلاء ظلمة. ماذا قال؟ قال أدوا الذي له وسلوا الله الذي له. لكن من استحكم فيه العقل غلبت عليه الشقوة، هذه عقوبة دنيوية، فضل وأضل. نعم. ومنها من ذلكم أيضا العلاج، ألا يطاع إلا في طاعة الله. ومنها التحذير من الخروج، وإن حسنه من حسنه لوقوع العقوبة دنيوية قبل الآخرة، مات ميتة جاهلية، يعني كما مات، طبعا هذا للتقريب، ميتة جاهلية، يعني لم يمت على السنة، لم يمت على السنة. السنة يلزم جماعة المسلمين، يلزم الإمارة. هذه القضية تستوفى إن شاء الله في شرح الكتاب الثاني. نعم. وهنا كذلك نحيل الكتاب الثاني إن شاء الله تعالى. إن الإمام أحمد رحمه الله عقد مسألة خاصة في هذا الكتاب. تابع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي وبينة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي على يدي جنة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم علمه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. كنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدابا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. أقول: هذا الحديث يفيد فائدتين. الفائدة الأولى صدع الصحابة رضي الله عنهم بالسنة، حيث وجدوا لذلك مجالا، وليسوا من أهل التشهير بالحكام ولا إعلام أخطائهم في شتى المحافل، لا في خطبة ولا في طبعا المحاضرات ما كانت معروفة على أيامنا، ولا في دروس، لكن في مجالس مثل هذا. ولعل أبا هريرة رضي الله عنه أراد بهذا نصح مروان بن الحكم، فإنه فيه ما فيه وأحدث ما أحدث. الثاني تشبيه أهل الثورات، هم سفهاء وإن كانوا على درجة عالية من العلم الشرعي، لكن في السنة ليس علماء، سفهاء. قد يكون صاحب فقه، عالم بالتفسير، عالم بالحديث، لكن ماذا وقع في السفاهة وهي التحريض على ولي الأمر وإيقاد شرارة الخروج، لأنه فصل ما عنده من علم الشرع عن منهج السلف الصالح، استقل بنفسه، فأصبح يجاري العوام أو يعلم أو يغلب العقل على الشرع، وكلا الأمرين مصيبة. سماهم سفهاء. نعم. الفائدة الثالثة، ورع أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو شئت لسميت،
والآن يسمون بدون حياء في المحاضرات، في الندوات، في الخطب، هذه المحافل الدينية، وفي المحافل الإعلامية كالقنوات التلفازية والإذاعة والصحف، غير مبالين بالعواقب. أهل السنة يقولون لا تذل سلطان، لا تذل الحاكم، فإنه سلطان الله في الأرض. الحاكم وإن كان فيه ما فيه يدفع الله به أمورا عظيمة، لولا أن الله أقام هذا الحاكم الجائر لدبت وأفسد وأهلكت الحرب والنشر. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده، أو يقول والذي ما بعث محمدا بالحق، للذي تكرهون في الجماعة، يعني اجتماع الأمير الذي انعقدت بيعته ونفذت كلمته، والذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. والعبرة موجودة، العبرة موجودة، ولو شئنا لذكرنا، لكن إن شاء الله نذكر في محافل أخرى. نعم، حفاظا على مساجدنا من بعض الأشياء التي تفسر بأن استفزاز أو كذا أو غير أو كذا أو غير ذلك. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا نعينا أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم بالرد يأجوج ومأجوج من خالد، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا المعين عن الزهري حاول وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. أقول في الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استقامة أمته على السنة في حياته وبعد مماته، وهذا ضمن ما حذر به صلى الله عليه وسلم من الفتن. الثاني، والفائدة الثانية، ذكر العرب يحتمل فيما أرى أمرين أو ثلاثة. أولا أن العرب في ذلك الوقت هم مادة الإسلام، حتى من كان في ولاية الروم والفرس مشاركها عرب أو أكثرها، فقال ويل للعرب بشكل قد اقترب، شر قد اقترب، هو قريب، وإن كان الناس يرونه بعيدا. الأمر الثاني بالنسبة للعرب أن الله عز وجل جعل العرب هم أساس الإسلام ومادته، حتى لو كمل المعاني، فهلاكهم خطر على بقية إخوانهم من الأعاجم. فالعرب هم أول من نزل عليهم القرآن، وأول من عرفوا محكمه ومتشابهه، وأول من عرفوا مجمله ومبينه إلى غير ذلك. نعم. في
في الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هو أن الله أراه أولا ما فتح من رجم يعجوج ومأجوج، وهم حيام من بني آدم، قيل ينتسبون إلى يافث ابن نوح صلى الله عليه وسلم. والثاني أراه سبحانه وتعالى عامة الفتن مثل قطر المطر، وفي هذا العبرة تتلقاها الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم، فيسير على هذا التحذير اللاحق كما سار عليه السابق، فتصبح الأمة فيصبح من كتب الله له من الأمة السلام في دينه وعرضه في معه ونجاة من هذه الفكرة. وهنا سؤال، كيف يحصل ذلك؟ هذا يحصل بالعلم الشرعي، فقه الكتاب والسنة، وعلى سيرة السلف الصالح، وإلى هذا الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وأن يكون أخذ هذا العلم عن الأكاذب. ومن هم الأكاذب؟ هم الراسخون في العلم، الراسخون في فقه الدين، الذين عرف الناس خواصهم وعوامهم، حسن نصرهم للأمة ومحبتهم الخير للأمة عن علم، هؤلاء هم الأكاذب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد، فإذا وأكابرهم يعني أكابر الناس، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلا. الأصاغر من هم؟ هم الجهال أو أرباب المدرسة الموجودة الآن، هي من الأصاغر، المدرسة الفلسفية العقلية، الذين يردون النصوص الصحيحة. نعم. باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معروف عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكبر الهرج. قالوا: يا رسول الله ايما هو؟ قال: القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث، فقال أبو موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ناصر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وأحسبه رفعه
تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. أقول البخاري رحمه الله حاذق في الترجمة، حاذق في التراجم، يعرف هذا من خبر كتابه الصحيح. وهنا نستبين ذلك. أولا ذكر أحاديث التحذير من الفتن بصور مختلفة كما سمعت. والثاني أنه ذكر الأسباب التي تكون بها الفتن: رفع العلم، فشو الجهل، كثرة القتل. والفتن ظهرت أولا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن لهم راية مخذولون، ولكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وثم بعده ذو الخويصرة التميمي وهو أس الخوارج، وانظروا في مطلبه، اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض قسم الغنائم، أعطى أقواما من وأتى إليه من علي رضي الله عنه ومال قليل، فالأنصار قالوا يعطي قريش والأنصار رضي الله عنهم قالوا يعطي صناديد نجد فيدعونا، قال إنما أتألفوا، فسكنوا رضي الله عنهم. السنة كانت بردا على قلوبهم كالمطر الذي يصيب الأرض الجردة المجذبة فترتوي وتخصب، سكن، عرب السنة. لكن ماذا قال هذا الخبيث الشيطان ذو الخويصرة؟ قال: اعدل يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن المطلب شرعي ولا دنيوي؟ المطلب دنيوي مو شرعي. انظر أهل الشرع، سادة أهل الشرع سكن لما عرفوا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعين الشيطان قال ما قالت السوء، والله إنها قسمة ما أولد بها وجه الله. حتى هم بعضهم قيل وخالد بن الوليد وقيل غيره أن يقتله، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: يخرج من ضدي هذا، يعني من نفسي وعقلي، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو إمام أثري محدث فقيه يكفره، وأنا صراحة أميل إلى هذا القول لكن إنما أجرى عليه حتى كفرهم، لأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بالكبائر. فإذا نظرنا أصحاب الثورات هل يرفعون شعار الإسلام أو يرفعون شعار الجاهلية ومطالب سياسية؟ لأن الجاهلية والسياسة. فما أشبه القوم بذو الخويصرة. ثم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا، ألب رعاع الناس من همج التابعين حتى انتهى أمره إلى قتل خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، الخليفة الثالث الراشد، لكن لم تكن له. ثم تتابع أهل النهروات، هذه فتن. ولكن كل ما تباعد الزمان عن عهد النبوة قوية الفتن.
ولا يسلم منها إلا من سكنه الله بالعلم الشرعي بفقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من الكتب الفكرية التي هي عمود في التكفير والخروج. وحامل لواء التكفير في هذا العصر هو سيد قطب، ومن أراد أن يقف على صحة كلامي فليقرأ كتابه معالم في الطريق، أقولها ولا أجد غضب. سيد قطب، سيد ابن قطب، الذي يصفه بعض الناس بأنه مجتهد. نعم هو مجتهد في الفكر، أما الشرع فوضائع ليس عنده شيء. الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله أحصى عليه في كتابه التفسير 81 خطيئة فيها الجبر، فيها تعطيل الصفات، فيها وحدة الوجود وغير ذلك. هذا عالم سنة، هذا عالم تخليق. لكن إذا استحكم العقل وترك النصوص استحكمت جميع الشبهات، فلم يكن هناك ضابط يضبطها ولا جسر يمنعها. نعم. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاول وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عسير عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة منتزعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة منتزعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحقيقة الذي يظهر لي من فقه البخاري رحمه الله أنه أراد بعقد هذه الترجمة التسمية، وذلك أولا البيان بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا حتى يستعد المسلم للتحصن من هذه الفتن التي تتتابع على المسلمين بالفقه في دين الله. فكلما قوي فقه المرء في دين الله والتزامه بالسنة كان في مأمن، ومتى قل فقهه وضعفت همته وزهد في العلم الشرعي الذي يقوم على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح تخطفته شياطين الجن والإنس، لا محالة. ثانيا في هذه التراجم أو في هذه الأحاديث التي تضمنتها الترجمة
الإشارة إلى العناية بأهل البيت، فمن رزقه الله فقها في دين الله وتمسكا بالسنة فليتعاهد أهل بيته، لأنهم هم أهل مسؤوليته، وهو أهل مسؤوليتهم، وهو المسؤول عنهم. فإن نشأهم على هدى وتقوى وسنة نال أجرهم وأجر من تناشر منهم على ذلك، وإن نشأهم على غير ذلك من الرذائل والشبهات أو الشهوات كان حجة عليهم القيامة، يحملوا وزره وزره ولا ينقصوا من أوزارهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم الثاني: من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لهم لم يرح رائحة الجنة. وأعظم الرعية أهل بيتك. هذا ماذا يفيده؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، ليحذرهم صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وهو صلى الله عليه وسلم يحذر العام بالخصوص، حذر الأقارب والأباعد، حذر الأمة كلها، فأقام الله به الحجة، أقام الله به المحجة والحجة كذلك. نعم. وهنا أمر آخر: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا من ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم نساء المسلمات، يحذرهن من المعاصي، فقد تكون امرأة كسيت من نعم الدنيا، ما كسيت من جاه ومنصب وغنى وجميل الملبس والمطعم والمشرب، لكنها تلقى الله عالية يوم القيامة، ليس عندها ما يثقل الله به موازينها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يعني المترجلات في كل شيء، فليحذر نساء المسلمات من الترجل الذي يسعى فيه المرجلون، فهؤلاء يريدون أن يلحقوا الأمة بمن هلك من بني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهؤلاء يريدون بها للأمة التي هي أوفى الأمم وأكثرها، يريدون أن يلحقوها بالهالكين من بني إسرائيل. فالسبيل عندهم هو إخراج المرأة مما جعله الله حصنا حصين له من بيتها، حتى تخالط الرجال في شتى المجالات. نعم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر خصوصا وعموما. نعم. شكر الله لكم هذه الإفادة وهذا البيان، وجعلك مباركا أينما كنت. هناك طلب
بإعادة عبارة من أمر السنة على نفسه والتعليق عليها. هي واضحة، من أمر السنة على نفسه، هذه عبارة الصابوني رحمه الله، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فالتعليق واضح، يعني من جعل السنة حاكمة عليه يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها وينقاد لها سواء كانت له أو عليه، هذا أمرها وينطق بالحكمة، والآخر صاحب الهوى هذا لم ينقاد للسنة ولم يجعل الحاكم عليه، الحاكم عليه هو الهوى، ولهذا ينطق بالبدعة. يحدثون في المسلمين ما يحدثون من العبارات الفضفاضة، مثل المطالبة مطالبة المرأة بالحقوق السياسية، لماذا لم تأخذ حقوقا سياسية وحرية التعبير والأخذ برأي الأمة برأي الشارع من مطر كذا، هذه كلها شعارات جاهلية أصحابها أمروا الهوى ولم يؤمروا السنة فنطقوا بالبدع والمحدثات في دين الله. حتى سمعت رجلين أحدهما عالم لكنه ضال مضل والآخر جاهل، الأول يقول أنا أوثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة. كيف مجرد تطبيق الشريعة؟ هذا أمر لم يعرف. المسلم إما أن يكون على شرع وإما أن يكون على ضلال. والآخر الجاهل يقول الحرية فوق الشرع، هذه كلمات كفرية. فالأول أنا لا أثرب على من كفر، والثاني لولا غلبة الجهل عليه فيما أرى لكفرت ولكرمت عليه. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هنا سائل يقول ما رأيكم في من يقول بأن المظاهرات السلمية لا بأس بها؟ أولا نحن أمة الدليل، يا من حضر ويا من يستمع بلغوا من وراءكم من السلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله كائنا من كان. هذا أول وصية، هذه أول وصية. الثاني أذكر قاعدة لابن القيم رحمه الله، ولا أستطيع أن أحكيها لكم نصا لكن بالمعنى إن شاء الله تعالى وعليكم مراجعتها، هي في زاد المعاد في المقدمة من الجزء الأول على ما أظن صفحة 38-39 في هذا الحدود من الجزء الأول تحقيق الأرناؤوط، ولا تظنني أثني على الأرناؤوط، لا نعم، لكن عمله في هذا الكتاب حسب ما وقفت عليه جدي، وأنا لم أقف على الكتاب كله. أقول القاعدة حاصل معناها أن من أسس للناس من أسس للناس أقوالا وأنشأ لهم قواعد فإنها تعرض على الشرع، فما وافق الشرع منها قبل وما رده الشرع منها رد، وما لم يوجد في الشرع موافقة لها ولا رد فهذه توقف. الآن نزل المظاهرة بميزان الشرع، هل لها أساس في الشرع؟ الجواب لا. إذن احذروا الحديث أبي هريرة، أنا قدمته لكن لم أذكر الصحابي، أعيده الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أبغوا فإياكم وإياهم. تفضل أيها المسلمون والمسلمات. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال عبر الشبكة من موقع ميراث الأنبياء،
يقول عندنا ظاهرة، السائل يقول عندنا ظاهرة في المساجد، وهي أن الأئمة أغلبهم لا يؤمن بعد قراءة الفاتحة، فماذا نفعل؟ هل نؤمن مع المصلين أم لا؟ ما دام هجر السنة فأمن أنت، وهذا لعله من الإباضية، فإن الإباضية لا يؤمنون، بل سمعت عنهم غريبة أنه إذا سمعوا من يؤمن قال الإمام أعيدوا صلاتكم بعد السلام، أعيدوا صلاتكم باطلة. نعم، فالتأمين هو اسم فعل الأمر بمعنى اللهم أجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حض على التأمين. نعم، بصور مختلفة، حاصلها أن التأمين سنة، وهجر الإمام له في الجهمية هذا لا يخول لنا تركها أبدا، نؤمن نحن. هنا صاحب طلب قدمه بمقدمة ويقول فيها: أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك وأسأل الله لك دوام التوفيق والسداد. آمين وإياك والسامعين والسامعات. يا شيخ، أرجو منك أن تعفو عني لأني قد أخطأت فيك واكتبتك ووصفتك ببعض الأوصاف القبيحة، وذلك بسبب التلبيس علي من بعض الإخوة، جزاكم الله خير. الحمد لله، أنت في حل مني، أنت مني في حل. هنا سؤال يقول: هل هناك أخوة بيننا وبين الكفار؟ وهل يجوز أن نقول للكافر يا أخي؟ ولعله السؤال الأخير. هذه أخوة الدكتور يوسف القرضاوي، ليست أخوة المسلمين. نعم، أما المسلمون فليس بينهم وبين الكفار أخوة، الأخوة في الدين. قال تعالى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هؤلاء اليهود والنصارى ما يقيمون الصلاة ولا يؤتون زكاة، لكن نحسن معهم الجوار، ونصدق معهم الحديث، ونوفي لهم بالعهد، وننجز لهم الوعد، ولا نتعدى على أموالهم ولا أعراضهم ولا على أنفسهم، ما داموا مقيمين بيننا عمالا أو مجاورين كما في بعض الأقطار المسلمة، أو نحن المقيمون بينهم في ديارهم كما هي حال كثير من المسلمين المقيمين في أوروبا وأمريكا، نوفي لهم بهذا كله، ولا نعتقد أنهم إخواننا. نعم، والأخوة في الإسلامية هذا من ثلاثة المسؤولية، فالمسؤولية تقوم على الاسم خبير بها كثيرا، لكن هذا عرف من بعض الأساتذة يقول شعار هذا الحرية المساواة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله